تتواصل عملية تلقي موظفي محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الدولة لسرعة الانهاء من تلقي جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح. وأشار محافظ القاهرة خالد عبد العال إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح لحماية ووقاية المواطنين من الفيروس.